دنيا فاطمة توبعت في حالة صراح مع اتخاذ تدابير المراقبة القضائية وسحب جواز السفر مقابل كفالة مالية لقيمة ديالها 50 مليون والأخت ديالها 30 مليون. أعتقد في إطار السياسة الجنائية، لأن العدالة تمارس السياسة، السياسة الجنائية. دنيا باطمة لو كانت توبعت في حد اعتقال، ربما الرأي العام الوطني والدولي سيتضامن معها وسيطالب بالإفراج عنها، وربما يجي عفو ملكي ربما.